بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل المغرب، أنا بتوجه لكم بالنداء ده، وأني أخوكم يوسف محمد المرسي من جمهورية مصر العربية، محافظة المنصورة، مركز أجدة القليل. ابني متغيب عندكم في المغرب واسمه محمد يوسف محمد الفقي، متغيب من 13/4/2020، كنا بنكلمه كل يوم واتقطعت أخباره من 13/4/2020. وأنا بتوجه للأستاذ يوسف الله يبارك له ونرميه في بيئة، وهو بيساعدني لله في الله، وانتو شعب المغرب كله برضو ناس ولاد حلال، واللي يعني يشوف ابني يطمني ويقول لي عليه. ابني كان معاه 2 مشاغبين، واحد اسمه ربيع والتاني اسمه احمد كريم، وانا يعني مش عارف اقول لكم ايه، لان انا عايز بس اطمن على ابني، بقاله عنده 27 سنة ومتغيب، بقاله النهارده داخل على 3 سنة ومعرفش عنه اي حاجة. ناس قالوني ناس ولاد حلال من المغرب بقى يكلمونا على النت كده، وقالوا ده هو كان في سجن كازابلانكا ورجع راح سجن العريضان، ورجع راح سجن دلوقتي بيقولوا سيدي قاسم. فمعلش يعني انا عاوز اطمن على ابني، انا والله ما بنام وعاوز اشوف، والله يبارك لكم. وانا يا استاذ يوسف مش عارف اودي جميلك ده فين، معلش الله يبارك لك وما يرميك في بيئة ويكفيك شر المرض. والاخت اللي وياك ربنا يا رب ما يحرمها من ولادي ويديها الصحة، والله يبارك لها طالما بتساعدني لله في الله، واجعلي لي انا اخوك، معلش الله يبارك لك وما يرميك في بيئة. وعاوز اللي يشوف ابني يتصل على رقم التليفون ده مغربي للست الاخت اللي بتساعدني،